السلام عليكم. الخبر المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ابني بعت لي صورتها مع صاحبه بقميص النوم. كيف تخلص موظف من زوجته في البطاش؟ الموضوع اللي احنا هنطلع بيها نطلع فيه لغاية محافظة الإسكندرية الدخيلة، تحديدا منطقة البطاش. الزوج اللي عنده 55 سنة، اللي تزوج واحدة أصغر منه بحوالي 20 سنة، حبوا بعض في إحدى السهرات الخاصة بتاعته، يعني تعرف عليها في كباريه. ملخص الكلام، اتعرف عليها في احدى السهرات الخاصة بتاعته، واتعرف عليها بعدها على طول، قرر ان هو يتجوزها. تتجوزيني اتجوزك؟ قالت له انا موافقة على طول. قال لها انا هأمل لك الحياة بتاعتك كلها، ولكن هنعيش بدل ما هنعيش في القاهرة هنعيش في اسكندرية. بالفعل وافقت على طول، وراحت على طول ان هي تعيش معاه في البطاش. جاب لها شقة، اشترها لها وكتبها لها الشقة دي باسمها في منطقة البطاش. الشرط اللي كان بينه وبينها في الوقت ده شرط واحد، مش لازم ان هي تعرف اي حد، علشان هو عنده ابناء كبار وزوجته السيدة المحترمة، وفي حب وتبادل احترام ما بينهم هما الاثنين، والموضوع ده ممكن يأثر عليه وعلى بيته وعلى شغله وعلى شغله كمان. علشان كده الست وافقت على طول بالموضوع ده، ولكن بعد فترة بدأت النقاش، او بدأ النقاش ما بينهم هما الاثنين، ان هي عاوزاه يخليها يكتب لها كل حاجة، وفي نفس الوقت يبقى فيه اشهار في الزواج ده تحديدا. الزوج اللي رفض الموضوع ده تماما، ولكن بعد فترة معينة من النقاش كانت أذكى من الموضوع ده بكتير، علشان كده بعتت أحد الأشخاص لغاية القاهرة لغاية ولاده، وبعتت لهم صور معينة ما بينها وما بين أبوهم اللي هو أصلا زوجها، وقالت لهم إن الأب ده أو أبوكم هو في المجمل زوجي، ولكن عن طريق زواج هنقول عرفي. المهم الأولاد في الوقت ده بدأوا يبلغوا أبوهم إن هم عرفوا الموضوع كله، علشان كده بدأت الأم كمان تقول للأب إن الموضوع وصل لها لغاية عندها بالصور. في الوقت ده الزوج راح لزوجته اللي هي في البطاش، اللي هي الزواج الغير رسمي أو العرفي، وقال لها أنت قلتي لمراتي وأبنائي عن كل حاجة. قالت له أنا قلت الليلة دي كلها عشان عايزة إشهار في الموضوع ده. الزوج اللي رفض الموضوع وطلقها على طول في الحال، وقال لها أنت في حالك وأنا في حالي. ولكن الزوج بدل ما يرجع بيته بعد ما قالت له مراته انت كده سبت الموضوع، علشان كده انا هقعد تاني في البيت انا وعيالي، ولكن يا ريت ما تعملش حاجه زي كده مره تانيه. قال لها تمام، والموضوع المفروض ان هو خلص. بعد فتره معينه ما قدرش الزوج ان هو يبعد عن اللي حبها في الفتره الاخيره، رجع لها تاني منطقه البطاش، الشقه السكنيه اللي هو كان اخدها لها، اللي قالت له على طول انا موافقه ان انا ارجع لك، ولكن لازم يبقى فيه اشهار. قال لها مش هيبقى فيه اشهار في الوقت ده، ولكن هنستنى شويه وبعد كده ممكن اعمل اشهار. قالت له اتفقنا. رجع لها مره تانية. في الوقت اللي رجع لها فيه بدات صور تجيله على الموبايل بتاعه، الصور دي لشباب مع زوجته اللي اتجوزها الجوازه التانية. سكت وما اتكلمش وما كانش قادر ان هو ينطق، والصور دي جات له كمان تحديدا من ولاده. ولاده عرفوا للمرة التانية ان هو رجع للست دي، بعتوا له اكتر من صورة، وقالوا له اصدقائنا كمان عفوا في الكلام بيناموا مع زوجتك المستقبلية او زوجتك اللي انت اخدها في الفترة الاخيرة. هي اعترفت له قبلها باعتراف معين، الا وهي ان هي عرفت اشخاص معينين في وقت الانفصال ما بينهم، وفي الوقت ده المفروض في الانفصال ملكش حكم عليا. سكت وما تكلمش، ولكن بعد الانفصال كمان بدأت الصور تجيله، ان اثناء رجوعه للمرة التانية ليها بدأت كمان ان هي تخونه وهو في القاهرة. واولاده اكدوا له الموضوع ده وقالوا له انت دلوقتي بتهد اسرة كاملة، وامنا لو عرفت الموضوع ده للمرة التانية مش هتسكت. الزوج اللي على طول راح وقضى سهرة حمراء زي ما بيقول، او زي ما قال في الوقت ده، مع زوجته، وكان متوقع ان هي المفروض هتحكي له على كل حاجة، ولكن بمواجهته ليها بعد ما خلص السهرة الحمراء بتاعته قال لها انت تعرفي واحد واثنين وثلاثة، وراها الصور. في الوقت ده بدأت الزوجة تشتمه وتسبله وتقول له انت مقصر في حقي في مليون حاجة. في الوقت ده بعد الخناقة دي كان جنبه مطرقة معينة، مسك المطرقة قعد يضربها على دماغها لغاية لما توفت في الحال. ساب الشقة وساب الليلة كلها وساب الجثة وساب زوجته كمان اللي هي الزواج الغير ما علينا، سابها في بركة من الدم. المباحث جت عرفت ان الموضوع عن طريق الزوج اللي اتقبض عليه بتضييق الخناق عليه، اعترف بالموضوع كله من اوله
ومن اخره. حاجة زي كده هنسأل حضراتكم فيها. عرفت ان زوجتك بصور معينة موجودة على علاقة غير شرعية مع شباب، هتقعد معاها ولا هتسيبها؟ هتديها فرصة والتانية والتالتة والعشرة ولا برضو هتسيبها؟ هل في حب بعد الخيانة ولا لا؟ وكتير وشفتها بعيني وصورت الحاجات دي كلها، ان الخيانة الزوج بيشوفها بعينه ولكن ما بيقدرش يسيب حبيبته او مراته او زوجته، ايا كان الزواج كان شرعي او غير شرعي، بسبب الحب. لا تعليق. رأيكم في الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده لغاية دلوقتي لسه كانوا بيتكلموا فيه من ساعات قليلة. للعلم الموضوع ده حصل سنة 2016، ما حصلش سنة 2023، ولكن صدرته لنا الصحافة في اليومين اللي فاتوا على اساس ان الموضوع لسه جديد، ولكن بنأكد لكم ان الموضوع من 2016 تم ضبط الزوج واتحكم عليه، ولكن علامة استفهام. السلام عليكم.